صاحبي السلام عليكم. كشي بارت مال الكرة؟ شحال كتكريو؟ 4000 ريال بارت مال. 4000 شنو فيها؟ فيها بيت ناس ايه وصالون وزينة ديال وطواليت ديال ومفرشة وفيها المسائل ديال 200 درهم 200 درهم وذا الثمن واش كيكون في الصيف ولا زعما في هاد الوقيتة وفي الصيف؟ اه في هاد الوقيتة وفي الصيف يعني ثمن واحد ثمن يكون زعما في الصيف شهر كلية 12 ديال السيزون هو اللي كديك من شهر 8 حتى شهر 9 اللي كيكون الثمن كون تا كيتزاد مثلا تا كيتطلع كمان تي بدا ديك الساعه 250 تا لابارتمون راه كندوي على لابارتمون ماشي داك لا لا زعما لابارتمون فيه المسائل تاع الدوش تاع سخون المسائل كلشي والو داك هو الثمن ما بين 250 تا 500 لا بيريود ديال قناوه الفيستيفال لا لا كتكون بحال هكا الثمن ساعه يومين ثلاث ايام ما تكرهش فين كاينين الديور بالضبط كاين اخويا قريب قريب المدينه وقريب البحر في السونتر ديال المكان حتى 5 دقائق سير يهرب عليك غادي يطلع كاع الحد ديالو فين تخوازيم وغادي يرجع ياك يعني. ايوا جيت تكلمنا على الصويره وكيفاش انت دوزتي هاد ملي درتي النظر ما بقاش الناس يعرفوك ياك يعني. لا بالعكس كيعرفوك بالنظر ولا نظر كيفاش جات المدينه الزوينه خويا الصويره مدينه واعره بزاف والله الا من المدن اللي عزاز عليا انا
ولا كيجيني عندهم واحد شي حاجه سبيس. حاجه ما قدمتي راسك. ياسين رضام شاب مغربي يوتيوبر ميوزيسيان انيماتور راديو راديو كير راديو راديو هيت راديو. ايوا فاش جيت للصويرة؟ باه بيان سور اخويا الصويرة كنجي لها سوفون زعما تقريبا كل عام كنجي لها. مازال الصويرة زعما واخا ما كنجيش ليها الا جاتني ليها شي حاجة كنبغي نجي ليها بوحدي باش نجي.